أنا وايد استأنست إن صار لي فرصة أن أكمل الماجستير، خصوصاً في جامعة حمد بن خليفة. درجة الدكتوراه أثرت فيني لأنها أعطتني خبرة وخلفية علمية. بالنسبة لي المدينة التعليمية مثل البيت. في البداية درست في جامعة فيرجينيا، بعدها اشتغلت في جامعة حمد بن خليفة، والآن خلصت ماستر في جامعة حمد بن خليفة أيضاً. فأنا حسيت أني أنا يعني لي انتماء لهالمكان. في معهد بحوث البيئة والطاقة في عنا أكثر من تحدي في مجال الطاقة، في مجال المياه. يجب أن يكون في قطر وفي العالم العربي بشكل عام تطوير وبحث. برامج الدكتوراه وبرامج الماجستير هي مجهدة، ولكن عندما تتخرج كل شيء يهون.